رجعنا من جديد في فير بلاين وراسلو نحكيو على سلالة الأندية التونسية لعودة البطولة. تقريبا أغلب الفرق عادت للتمارين يمكن باستثناء فريق وحيد مثل ما عادش اللي هو نجم المتلوي. باش نحكيو شوية على التفاصيل أسباب تحضيرات في نجم المتلوي كيفاش باش تكون مع مدرب الفريق الجديد معز بوعكاز. كوتش أهلا بيك. أهلا بكم مرحبا بكم وسلام على جميع المستمعين. شنو أحوالك شنو الأمور؟ والله الحمد لله وحدة وحدة. به اول سؤال كوتش عايش لتو ما بديتوش تقريبا الفرق الكل بديت في السلاد الموسم الجديد باستثناء نجم المتلاوي. لا احنا كنا بري باش نبداو من جويلي ومن بعد خرج القرار من وزاره الشباب والرياضه اللي تمنع معناها جميع التظاهرات وجميع الاجتماعات هكا دونك انا بريفيري اتوندر من بعد يا بايو كيما نقولوا دانفورماسيون ما جاتش انفورماسيون ولا معلومه صحيحه اللي تخولنا باش نبداو التمارين. كي شفنا الفرق الاخرين الكل بداو احنا زاد وجدنا احنا باش نبداو معناها مع البدايه اخر اسبوع هذا في تو ممكن نهار الجمعه باذن الله نتقابلوا ونهار السبت نكومونس البريمير سيونس. كيف قبل هذا تشوف وقبل انطلاق الموسم تقريبا شهرين هو ظهر لي هكا اقل شوي هي اقل شوي من شهرين احنا معناها الوقت كافي باش الواحد يحضر من بعد احنا مازلنا زاد سيرتو بالنسبه للكونتنجون معناها عندنا الوقت زاد باش نشوفه ما عادش لازمنا نضيع الوقت هذا ما كان. ساعة كنت خلينا نحكي شوية عليك انت كيفاش كان الاتصالات مع نجم المتلاوي؟ احنا كنا نعرفوا بعضنا هكا دوبي دو تروا سيزون كانت الفرصة اتاحت قبل لكن ما كتبتش سيتو دونك بقينا هكا بالعلاقات ومن بعد الفرصة المرة هذيا على طريق زاد سي سليم بولاسنان اللي حطنا اون كونتاكت مع سي محمد الديناري دونك على المبادئ احنا تفاهمنا في كل شيء نقفوا مع بعضنا ونحاولوا نعملوا فريق تنافسي العام هذايا. كوتش اول تجربة ليك ظهر لي في البطولة التونسية انت عملت برشا تجارب خارجية خاصة في البطولة الجزائرية تقريبا خدمت برشا في الجزائر اللي ما يعرفكش كوتش شكون معز بوعكاز؟ والله انا من مواليد 66 كنت لاعب في اصغر الترجي الرياضي التونسي وصلت حتى معناها 85 عملت بريباراسيون مع ليكيب سبور كان فيها حسيبوا الاسماء ضعولي شويه هذاك اماريدو لونترونور ديسبيرونس اليبوك مع بالحسن مرياح دونك انا في بريباراسيون من بعد انا مشيت لسويسرا من عام 85 كملت الدراسه نتاعي كملت زاد مشواري في كره القدم بديت التدريب صغير بديت من عمري 23 سنه معناها جي كومونسي اونتريني لي جون ومن تو نلعب من بعد خذ التجارب كما نقولوا اونترينور جوار في لي ليغ اماتور من بعد دخلت لا فورماسيون في سونتر دي فورماسيون دي سيسيون في 97 98 99 كنت تعديت قبل في التلفزه التونسيه وتكلمت معنا على المشروع نتاع لا فورماسيون والتكوين والاهميه نتاعو ومن بعد رجعت لسويسرا قعدت في سويسرا جات الظروف اللي عام 2007 تنقلت مع شارلي روسلي مونتينور سويس اللي تعدى حتى على النادي الافريقي في ليزاني 2000 دونك كان هو الديريكتور تكنيك نتاعي في سونتر دو فورماسيون دو سيسيون كيف جات الفرصه باش يراني الفرق ستيك خذوني معاه كادجوان مي اون ميم تون جو مسي اوكيبي بالكوتي اتليتيك لا بريباراسيون من بعد رجعت لسويسرا وين قعدت نخدم على روحي ونكمل في الدبلوم نتاعي في 2014 جاتني معناها اون اوتر اوفر باش نكون مع ان اوتر سويس كوم ادجوان في الستاف نتاع اتحاد بالعباس في الجزائر دخلت الجزائر ومن بعد لقيت روحي في ستاف مع جونغي ولا انا فرونسي ان اونسيان من اوكسير من لانس دونك انا بري ان بوتي دو لا بوتي ومن بعد العام اللي بعده معناها عيطوا لي اتحاد بالعباس باش نقص انا مع الفريق اللي طاح للقسم الثاني دونك عملت مرحله مليحه معاه وانا فيني معناها شامبيون الفاز عليه ومن بعد رجعت لسويسرا قعدت باتصال معاهم العام اللي بعده خديت غير ليزان عملنا شامبيون شباب هذاك بوكو معناها دو سيستانس هذاك ان بون جو زاد بريزونتي ادو فيل اون اغني العام اللي بعده خديت مولدية وهران من معناها في 25 سنه هذو من الاخرين نقول لك معناها سيلي هي الريزلتا اللي عملوه هذاك ليكيب جون هذاك دي جوار براتيكمون من لا فورماسيون اللي طلعوا في العام الاولاني نتاعهم الحمد لله معناها من بعد بيتي تا بيتي العام اللي بعده
وصلنا 2019 فكانت عندي مغامرة صغيرة دونيفو مع عبد العباس، من بعد تنقلت شبيبة بجاية فريق في القسم الثاني كان يلعب معنا لتفادي النزول. تكلمنا على فان سيزون لعبنا معنا لفينال نتاع كوب دالجيري ضد شباب بلوزداد، هذا هي لدرنيير فينال دو كوب دالجيري في 2019 كنت موجود فيها انا والفريق نتاعي شبيبة بجاية من القسم الثاني. من بعد معنا عاودت نرجع كانت معنا بعض التجارب اللي ما مشتش ما طولتش قصصوا مع الثورة مع البرج مع بسكرة ديرنيرمو فوالا. دونك في اغلب الاحيان انا معناها اللي نطلب راهو باش كيما نقولوا نشوفوا حاجة أخرى جديدة وهما يشوفوا مخروجهم. دونك الحمد لله العلاقات طيبة وسيتي دي بون اكسبيريونس معناها بفيل اون ايجلي الواحد بالعمر بكل شيء فاسيلمون عندي 30 وانا في التراب بالصفر او الكرون. قاعد تطلع تقريبا في السلم درجه درجه من اللوز تقريبا حسب ما لاحظت من الكلام اللي تقول فيه التجارب كانت ناجحه في الاخر علاش قلت لي خير تبطل ما تلقاش لي كونديسيون اللي حاجتك بهم ولا شنو؟ والله الواحد زاد الطموح نتاعو يكبر شويه ومن بعد تولي ليزيكزيجونس بارابور للكلوب وعلى ظروف العمل. دونك يعدوك برشا حاجات كي تجي تلقى معناها الاشياء ماهيش هي نفسها. دونك وكي نشوف انا العلاقه اللي منكم معناها كي تتوتر وما فماش دي ريزولتا سي سارا ريان كيما نقولوا باش الواحد يزيد يطول سامبلومون الواحد يجبد ونعترف ونقول سي بون ما عملتش دي ريزولتا يجي واحد اخر يحاول يعمل ما خير وهكا احسن. اول تجربه ليك بطوله تونسيه وعجم متلوي شنو تستنى منها كوتش؟ لا نستنى قبل كل شيء اللي دابور نتعرف اكثر على اللاعبين التونسيين خاطر كنت نتابع فيهم بوكو بلوس هكا في التلفزيون وحاجات مي كونتاكت ديريكت ابار لي ماتش اميكو اللي كنت انا كل عام كي نلعبوا ان كلوب الجيريان نجي لتونس نعمل لي ستاج نتاعي ونفوز لي ماتش اميكو. الحق يا با كرون ديفيرونس انا بوكو بلوس بالك ان ديسيبلين تكتيك لهنا في تونس اكثر من الجيري، الجيري بلوس لا فيبر تكنيك لا فيتيس اللي موجوده عندهم. نحاول انا معناها بالاعانه مع الناس الكل نحاولوا ننجحوا مع بعضنا، نحاولوا قبل كل شيء ايفاسي ان تيتي ريزولتا نتاع لي زاني باسي. شفنا هذا الفريق الاخر وقت يلعب ضد لا ريليغاسيون وحنا ممكن نقدموا وجهه ما احسن ونحاولوا في اقرب وقت ممكن كما نقولوا نمنعوا من منطقه الخطر ولو هو سسبانس ينجم يكون حتى لاخر الجولات كما شفنا العام هذايا. ممكن قبل كل شيء احنا معناها بالطبع فما ليرجونس نتاع السيزون هذايا اللي بانت الكوتي فما ليدي باش الواحد يفكر علاش لا يعمل انتريتي يعطي لي ريزيرفوار اللي وراها اللي نجموا يستحق له الفريق فيديليزي ان بو بلوس لي جوار باش ما يقعدوش كل عام فهمتني يبدلوا ويغيروا. هذايا تلك الافكار اللي نجم معناها نتعاونوا فيها الناس كل مع بعضنا ونحاولوا نخدموا اليد في اليد. هذيك نزاهه كبيره ونيه سيرتو نتاع حب النجاح والالتفاف الناس الكل حول نفس الاهداف. كوتش قاعدين نشوفوا في توندونس جديده في تونس تقريبا من المدربين اللي تكونوا في اوروبا وبعد يجيوا لتونس كيما انت مثلا لسعد جرده كيف تجربه سابقه من النمسا الاتحاد المونستيري تو في الرجال البيضاوي، ايضا رفي الجعايدي في كان عملت برشا تجارب خارجيه وحاليا تقريبا بنسبه 99% هو مدرب ترجي. انت كنت مخطط له الشيء هذا، شنو رايك اول حاجه الساعه في الحاجه هذه اللي معناتها مدربين تونس يمشيوا يتكونوا ويبداوا من اوروبا وبعد يرجعوا لتونس؟ هو احنا نعرفوا اللي الحلم نتاعنا قبل ما نخرج للخارج الناس الكل اللي باش نتكونوا ونرجعوا كيف سوا في كيما نقولوا عامل بناء والا كيف سوا في الميديسين ولا اي حاجه معناها قبل احنا العقليه نتاعنا قبل نخرجوا باش نرجعوا نفيدوا بلادنا. توا جات الفرصه الحمد لله كانت نجم تجي قبل ما كتبتش نحطوها الكل معناها على المكتوب وعلى القدر هذا ما كان. ما هي الفكره مليحه لانه احنا نعرفوا استنجدنا ديبي توجور لي زونترينور اوروبيان عندهم سيكلير تكوين اخر عندهم لي مويان دونك علاش لا يبداو تونس متكونين نفس التكوين كيما المدربين في اوروبا نجموا في بلادنا ونجموا معناها ان تكون عوامل النجاح ممكن كي تتوفر نجموا نعملوا دي ريزولتا. ما من بعد ماهيش حكايه نتاع ديبلوم ماهيش حكايه نتاع بعد كل واحد كل انترونور شنو هو البرانسيب نتاعو شنو هو معناها شخصيته شنو هو زاد الظروف العمل اللي نجم يكون موجود فيها. احنا ناخذوا ديرنيير مون اكزامبل نتاع ولو ما نحبش نجي سيت الاسماء مدرب يكون في حمل يونس يلعب في ريليغاسيون يروح للدرجه التونسي يولي يهز الشامبيونز ليغ
دونك زاد عندك الجباري مع ليكيب اللي تخدم معاه سي تري امبورطون بو فاي دي ريزولتا. فما دي تراديسيون، فما تقاليد، فما معناها كفاءه زاد اداريه، وفما كاليتي نتاع دي جوار، وفما لي مويان يكونوا موجودين باش الواحد يحقق اكثر نتائج. انا من بعد في الاخر سامحني في باش نطول، مي في الاخر لا كاليتي دو لونترونور بالنسبه للخدمه نتاعو سي سورا توجور لا ميم، مي من بعد انت والزين فيه نجم يكون فيه. مش كيما يكون في دي شوفو كيما يكون في مرسيدس. صحيح. عندك فكره على نجم متلاوي كوتش شويه؟ الفكره قلت لك معناها الاعوام هذه ما نعرف الفريق هذا 10 موسم يكون في متواجد في الرابطه الاولى. في الديبي نعرف سي كيستيون دي مويان، هذاك كانوا لي جوار ان بو بلوس الاز، وكانت المناجم ممكن لا كومباني كانت توفى اكثر مع الفريق. لي ريزولتا ايتي كلير ديزوي لي ديرنيير زاني هذوما، المواسم الاخيره هذوما معناها ممكن الاعانات قلت وولات اكثر اشكاليه، باش تعرف كون لي جوار في العالم الاجمع كي يكونوا معهمش خالصين سي ديفيسيل باش تجبد منهم فهمتني المرغوب فيه. على مومون دوني ما فماش لا موتيفاسيون، على مومون دوني الجوار زاد انسان كذا البشر، عنده مشاكل اخرى، عنده دي فاكتور، عنده دي فامي امورير وبيان دي فامي عائلات دي فوا من وراه. دونك هذاك علاش معناها الواحد يقول كامل السيتياسيون تتحسن. وي اون اي دو نوتر ديفوار ودون لوبليغاسيون اللي يلزمنا نعملوا ان ميور ريزولتا، مي كان الوضعيه ما تتحسنش مي معناها سيسورا ديفيسيل كيما نقولوا فهمتني. مي بار كونتر اليد في اليد الناس الكل نتعاونوا باش نعملوا على المستحيل باش اللي اللاعبين اللي يكونوا معنا يكونوا في احسن الظروف، ومعناها باللي ريزلتا بالاسمنت هذه الكل ان شاء الله معناها يكبر كيما نقولوا الصبر، وتقعد هذاك السوليداريتي موجوده ولا باسيونس تاي. بخلاف هذا عندك فكره على الافكتيف ولا ما زلت؟ مازلنا نعرف انا نبقى معناها بوكو دي ديبار، وقاعدين نشوف معناها عندنا زاد une liste qui est allongée avec les propositions par la ville qui sont معنا بعض التجارب. انا معنا جريتني هكا على حسب المعلومات اللي عندي بعض اللاعبين اللي بحب نشوفهم ومازلنا نشوفوا ونحاولوا معناها نعملوا كونتانجون ايكيبري متوازن في الخطوط نتاعو، وين ثم زاد ليكسبيريونس، وين ثم لا كاليتي، وين ثم لا جينيس، نحاولوا على حسب الامكانيات توجور بالنسبه للبيتجي نتاع الفريق. الانتدابات بالنسبه عندكم مراكز معينه حاجتكم بهم ولا مازلت حتى تبداوا ساعه بريباراسيون؟ نحن من حارس المرمى للخط الدفاع في الوسط على الاجناد في وسط الميدان على الاطراف في الهجوم كيف سي لي تروا ليني بلوس لي جارديان بيوت اون شيرش، معناها رانا نلوجوا على باش الفريق معناها دابور تكون عنده ان كونتانجون اتوفي، على خاطر قلت لك معناها برشا لاعبين اللي كانوا في نهايه العقود نتاعهم ومشاو. الكونتانجون اكتويلمون فيه 15 لاعب ميدان ممكن، واحنا الانتدابات ما نجموش معناها ديباسيو اكثر من 8. الوغ يفو يلزم لا سيليكسيون تكون معناها دي كاليتي، ويلزم ناخذوا وقتنا من غير تسرع، ونعملوا ما عامل الوقت بالنسبه للفيرتير نتاع الميركاتو، ونشوف قبل كل شيء في على السوق التونسيه، ومن بعد كان تحتمت علينا الظروف نشوفوا زاد من السوق الجزائري. جوستومون حبيت نسالك هذا سؤال، انا عندك فكره كبيره نتصورك على السوق الجزائري، نتصورك عندك ملاعبيه في مخك ولا؟ بالطبع معناها يظهر لي فما على الاقل 200 لاعب، فما منهم اللي خرج للريتريت، وفما مازالوا جون في ديبي الكارير نتاعهم، فما دي جوار انتريسي باش يجيو توجور مع المدرب اللي نجحوا معاه. دونك هذوما المدربين الكل يعرفوا، فما الاتصالات موجوده، وفما لاعبين اللي معناها محضرين رواحهم باش يعملوا دي جرون ساكريفيس باش يعيشوا تجربه في تونس. دونك احنا نشوفوا توجور بارابور زاد لي مويان بيجيتير اي سورتو بارابور لي بيزوان تاعنا، شنو الاماكن الحساسه اللي نستحقونها. واضح، دونك المؤكد كوتش تبدا نهار الجمعه ان شاء الله بريباراسيون. باذن الله نتقابلوا نهار الجمعه ونهار السبت نبدا ان شاء الله. شكرا لك كوتش معز بوعكاز، مدرب جديد للنجم المتلاوي، على كل التفاصيل اللي درنا بها.
ميرسي خويا اسلام، وان شاء الله نهاركم مبروك وربي يرفع علينا السلام السكون. ان شاء الله يعطيك الصحه وبالتوفيق ليك ونجم المتلوي خلال الموسم القادم، كما نعرف السكول في اول تجربه ليك تدريبيه بالرابطه المحترفه الاولى في تونس بعد عده تجارب خارجيه، موسيقى شونج وبعد مكملين في فير بلاي حتى الخامس.